تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج طبعا نقدمه لكم بالشراكة مع مستشفى الزهراء. في هذا البرنامج نفتح الأبواب والنوافذ وجميع القنوات التي نستطيع من خلالها استقبال اقتراحاتكم، آرائكم، ملاحظاتكم، ما بقول شكاويكم لأن أبغي أنظر للمواضيع بنظرة إيجابية. فمنقول الاقتراحات والملاحظات اللي سوف تساهم في تطوير خدماتنا في هيئة الصحة بدبي بشكل خاص، وإمارة دبي أيضا بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي سوف تكون إن شاء الله متجددة بكم. في حلقتنا اليوم عندنا وايد مواضيع، لكن خلونا أذكركم بس بآخر موعد للتأمين الصحي وهو 31/12/2016. بعد هذا التاريخ يا جماعة الخير عندنا مخالفات حق اللي ما أمن العمالة المنزلية اللي موجودة عنده، عندك خادمة، عندك مربية، عندك بيدار، عندك شو ما كان، أي حد تحت كفالتك لازم أنت أولا ملزوم قانونيا أنك أنت تعالجه. يعني لو وصل علاجه 100,000 لازم تدفعه إذا ما عنده تأمين. فشوف يعني شو أفضل لك، 550 ما أدري 560 لين 750 درهم في السنة، ولا تدفع هذه المبالغ الكبيرة، غير المخالفات طبعا، المخالفات اللي بتبتدي مع بداية السنة الجديدة. عموما أيضا في هذا الصباح تحتفل هيئة الصحة بدبي باليوم الوطني في مستشفى حتى. اليوم يعني عندنا فعاليات في مستشفى حتى، أعتقد زميلنا فيصل بن فارس موجود هناك، ما نتواصل معاه إن شاء الله ومنحاول نعطيه نصيب الأسد في الحلقة هذه على أساس ناخذ الانطباعات التي تتواجد والمشاعر اللي موجودة عند يعني أهالينا وربعنا وأخواننا وخواتنا وزملائنا في حتى بشكل عام ومستشفى حتى بالتحديد. فيا هاري حتى اللي عنده أي مداخلة بعد كذلك نحن فاتحين المجال لكم إن شاء الله اليوم، اللي حاب يتداخل معانا واللي معانا على السمع بعد كذلك. حملة وفعاليات اليوم العالمي للسكري في تاكسي دبي اليوم بتبتدي أيضا. حملة دبي لا، هذه حملة دمي لوطني اللي كانت مفروض تكون اليوم في ديوان سمو الحرم باكر إن شاء الله. الحملة بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني أو اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. تغريدة الغذائية اللي تأتينا بالتعاون مع إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي تقول اليوم لا تعيد استخدام زيت الطهي، فالدهون التي يتم تسخينها لفترات طويلة ويعاد استخدامها يمكن أن تكون خطيرة لأنها تفرز مادة سامة تضر الخلايا البشرية. ها؟ مو بحد يوفر على حساب صحته. إنزين، هذا من جانب. من جانب ثاني الحين المطاعم، يا ترى الواحد يحاول قدر الإمكان أنه يأكل أكل البيت ما يتوجه للمطاعم. ليش؟ لأنه هو أدرى بالشيء اللي قاعد يطبخه هناك في المطاعم. صح أنه بلدية دبي يعني مو مقصرة، والجهات المعنية مو مقصرة في موضوع الرقابة على 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 هذه المواضيع، لكن من باب أن الواحد يحرص إنزين ويحاول قدر الإمكان أنه
ما يحط نفسه في مواقف ممكن هو مو بداري عنها وتضرب صحته. فعلى حسب ما قالوا لا تعيد استخدام نفس الدهون بشكل كبير، لأن الدهون اللي يتم استخدامها لفترات طويلة وبتكون ويتم تسخينها لفترات طويلة، هذه الدهون ممكن تكون خطيرة لأنها تفرز مادة سامة تضر الخلايا البشرية. في رسالة يأتني، وين نسوي التأمين الصحي؟ ممكن ترسلون رقمهم؟ شكرا. إن شاء الله ما نخبرك وين تسوي التأمين وبخبرك للمواضيع، بس مع سير الحلقة خلني أقرأ الأخبار إن شاء الله وبرجع حق رسالتك. يقول طوروا علماء في بريطانيا نوعا من اختبارات لمرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز باستخدام شريحة تخزين بيانات USB يمكنها أن تسجل قراءة سريعة ودقيقة إلى حد بعيد لمستوى الفيروس في الدم. يحلل الجهاز الذي طوره العلماء في جامعة إمبريال كوليدج لندن وشركة DNA إلكترونيكس الأمريكية الخاصة قطرة دم لاكتشاف فيروس الإيدز HIV، ثم يرسل إشارة كهربائية يمكن للكمبيوتر أو كمبيوتر شخصي أو أي جهاز محمول قراءتها. ويقول الباحثون أن التكنولوجيا وإن كانت لا تزال في مراحلها الأولى قد تسمح للمرضى بمتابعة مستويات الفيروس في الدم بطريقة مشابهة لأجهزة قياس نسب السكر في الدم لدى مرضى السكري. وقد يكون الابتكار فعالا على نحو خاص في الأماكن النائية لمساعدة مرضى الإيدز على التعامل مع مسألة علاجهم بطريقة أكثر فعالية، لأن الاختبارات الحالية لرصد مستويات الفيروس تستغرق 3 أيام على الأقل وتشمل إرسال عينة الدم إلى المعمل. وقال غراهام كوك الذي شارك في قيادة البحث في كلية الطب بالجامعة إمبريال كوليدج اللندنية، متابعة مستويات الفيروس مهمة لنجاح علاج الإيدز، ويتطلب التحليل في الوقت الحالي معدات مكلفة ومعقدة يمكن أن تستغرق 4 أيام حتى تظهر النتيجة. طيب ناخذ خبر ثاني يتكلم عن فيتامين دال والإصابة بسرطان المثانة. تربط العديد من الأبحاث الطبية بين نقص فيتامين دال والإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب وضعف الإدراك، ودراسة حديثة أكدت أيضا وجود علاقة بين نقص هذا الفيتامين والإصابة بسرطان المثانة. ونشر فريق البحث في جامعة وارويك البريطانية تحت إشراف دكتور روزماي بلاند بيانا صحفيا يشير إلى العلاقة بين نقص فيتامين دال وسرطان المثانة. وقام الباحثون خلال دراستهم الحالية بفحص 7 دراسات أجريت من قبل 3 تجربة سريرية قاموا بها لمعرفة كيفية تفاعل خلايا معينة مع من المثانة مع فيتامين دال. طبعا وجد الباحثون أن فيتامين دال يحفز الاستجابة المناعية لخلايا المثانة، وهذا مؤشر على أن نقص فيتامين دال في الدم يمنع الخلايا في المثانة من اتخاذ رد فعل إيجابي لمواجهة الخلايا غير الطبيعية السرطانية. لكن العلماء أكدوا على في الوقت نفسه ضرورة القيام بالمزيد من الدراسات حول هذه العلاقة، فإذا ما تأكد تصور العلماء سيساعد هذا بالتالي بشكل إيجابي في علاج سرطان المثانة. ومن المعروف أن المصدر الرئيسي لفيتامين دال هي أشعة الشمس، لذلك ينصح خبراء سكان الدول الأقل تعرضا لأشعة الشمس باللجوء إلى بدائل أخرى مثل الأسماك الدينية، صفار البيضة والبطاطا الحلوة. ووفقا للباحثين فإن 1 من كل 5 بالغين في المملكة المتحدة وحدها يعاني من نقص فيتامين دال. أنزين هذا في المملكة المتحدة ما عندهم شمس، آمنا بالله الشمس عندهم يعني فترات بسيطة، نحن هني الشمس دقنا دق. لكن بعد يعني أتصور أنا ما بحط هذه الدراسة، لكن أعتقد أن عند أي واحد بيصير بيفحص أول شيء بيحصل عنده نقص فيتامين دال. هذا سؤال يعني لازم نطرحه على أنفسنا، نحاول بالفعل نوجد البدائل لفيتامين دال
سواء من خلال الأطعمة، أيضا هناك بعض الكبسولات الخاصة بالفيتامين دال، فالواحد لازم يفحص ويشوف الفيتامين دال هذا شو نسبته عنده في الجسم، لأنه موضوع وايد مهم. وإن شاء الله بعد في المستقبل بيكون عندنا مؤتمر خاص مسوينا اسمه فيتامين دال، مؤتمر فيتامين دال. فاصل مستمعين ومرجع لكم. صحة وسعادة. أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طيب، وايد أسئلة جتني على موضوع التأمين. أنا باكر إن شاء الله إذا رب العالمين عطانا عمر باكر أشواق ولا عقبه بيكون معانا حيدر عقبه؟ ها باكر، اوكي، يعني باكر ان شاء الله بيكون معانا دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، وان شاء الله يكون يسمعنا عشان ما يعتذر عن الحلقة في اخر لحظة، لانهم الجماعة ما شاء الله عليهم دائما مشغولين. لكن بيجاوب على كل الأسئلة اللي جت بخصوص التأمين. الأسئلة اللي موجودة هنا انا ممكن ارد عليها بحكم ان ما شاء الله يعني دخلت معاهم في السيستم، ف معظم الأجوبة عرفها. فيقول وين نسوي تأمين الصحي؟ ممكن ترسلون رقمهم، شكرا. شو أرقام التأمين؟ تأمين العمالة المنزلية وين شركات التأمين مكانهم؟ ثلاثة، هل هذا التأمين في دبي أو في الدولة؟ التأمين هذا لكل الإقامات الصادرة من إمارة دبي. أي إقامة صادرة من إمارة دبي يجب على صاحبها أو الكفيل أن يقوم بتوفير التأمين الصحي للعمالة المنزلية. الآن شو أسامي الشركات بقولها على السريع، زين، واللي يبغي معلومات زيادة بقول له وين يحصلها. أسماء الشركات هي أكسا الخليج للتأمين، تكافل الإمارات، دار التكافل، أورينت للتأمين، شركة رأس الخيمة للتأمين، شركة ضمان للتأمين الصحي، شركة عمان للتأمين، وشركة متلايف، والشركة الوطنية للتأمين. طبعا أنا عندي أرقامهم هني، لكن ما عند ها بناخذ فيصل إن شاء الله على الجزء الأخير من البرنامج، لكن أنا عندي أرقام شركات التأمين عندي هني، ما أعتقد الوقت بيسعني إني أنا أقولها، لكن أنت تختار واحدة من شركات التأمين التالية اللي قلنا أساميهم، المرخصة من هيئة الصحة بدبي لتقديم الباقة الأساسية. هذه الباقة الأساسية تبدأ الأسعار من 550 درهم للشخص سنويا، ها 550 درهم. يمكن الحصول على التأمين من خلال الموقع الإلكتروني للشركات هذه أو عن طريق الاتصال فيهم. أنا ما عندي الوقت أني أقول الأرقام، لكن الهيئة أيضا يعني ممكن تجاوب على أسئلتكم واستفساراتكم بخصوص هذا الموضوع على الرقم 800-342 800-342 أو 800-DHA. إنزين، الأوراق المطلوبة حق التأمين: صورة الجواز، صورة تأشيرة الإقامة، صورة الهوية، وصورة شخصية وحدة. أوكي، يعني أتصور كل المعلومات اللي تهمكم في هذا الموضوع قلتها. واللي يبغي يعرف أسامي الشركات هاي يتصل على 800-342. طيب، وباكر بإذن الله بيكون معانا الدكتور حيدر اليوسف. طبعا أنا بتكلم الحين عن موضوع وايد بالنسبة لي أنا مهم، وايد مهم هذا الموضوع. إنزين، ليش؟ لأن توطين المهن الطبية من أهم التحديات اللي تواجه المؤسسات الصحية بشكل عام، إنزين، في الدولة وهيئة الصحة بشكل خاص. يعني نحن نتكلم ليش؟ لأن في عزوف من الطلبة عن دراسة الطب. ليش؟ لأن اللي يحتاج الطالب من سنوات تصل في مجملها يمكن إلى 13 سنة عشان يكون طبيب متميز، وفي نمو متسارع في قطاع الخدمات الصحية. كل هذه المواضيع زادت من عبء ومبعبة حقيقة، وتحدي توفير الكوادر الطبية المؤهلة. عشان كذا هيئة الصحة بدبي
حاولت تستحدث يعني استراتيجية بعيدة المدى لاجتذاب المزيد من المواطنين للعمل في المهن الطبية، الأمر اللي يساعد في الحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية في قطاع الرعاية الصحية بشكل عام. ليش؟ لأن هذا قطاع جدا مهم والتوطين فيه جدا مهم، ونبغي أيضا يعني التوطين مو بس نطلع أطباء، لا نطلع عمالة أو كوادر تعمل في قطاع الرعاية الصحية، وهذا يشمل العديد من الأجزاء. أنا بتعرف على هذه المواضيع كلها الخاصة بالبرامج اللي تقدمها الهيئة في هذا المجال مع الأخت ميعاد علي الهاشمي، صح؟ نعم. ميعاد أخصائي موارد بشرية بإدارة موارد بشرية، حياك الله معانا. أنا أدري هذا أول لقاء لك على الهواء في الإذاعة، لكن نحن نسولف دائما. صحيح. فتقربين شوية من المايك، بارك الله فيك. أول شيء أعطيني فكرة عامة عن جهود الهيئة في هذا المجال. أنتوا استحدثتوا برنامج سميتوه اسم جميل، شو هو هذا البرنامج وشو اسمه وشو عبارة عن شو الفكرة العامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت أعرفكم على نفسي، ميعاد علي، أخصائي موارد بشرية في هيئة الصحة بدبي. طبعا بعطيكم نبذة عامة عن برنامج طب وعلوم، وطبعا هي بناء على استراتيجية هيئة الصحة بدبي، والتي طبعا تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وإعداد الكفاءات المميزة من الأطباء المواطنين. تم إطلاق برنامج رعاية خريجي الطلبة المواطنين طب وعلوم في يونيو 2016. طبعا هذا البرنامج يعمل على تأهيل الطلبة المواطنين ليكونوا الكوادر المستقبلية في رفع ورقي المهنة الطبية عندنا في الدولة، طبعا في التخصصات الطب والطب المساند والتمريض. طبعا أهداف البرنامج هذا هو عبارة عن، طبعا في البداية يلبي توجيهات قيادتنا الرشيدة في تنمية الكوادر الوطنية، وبالتخصص نركز أكثر في المهن الطبية. أيضا يعمل هذا البرنامج على تحفيز خريجي الثانوية العامة والمتفوقين عندنا من أبناء الدولة للالتحاق بالمساقات الجامعية المتصلة بالطب والعلوم الصحية، طبعا من أجل رفع مستشفيات الهيئة ومراكزها بالمزيد من التخصصات والكفاءات، وأيضا تلبي الحاجة المستقبلية المتصاعدة للخدمات الطبية، وأيضا إلى جانب دعم سياسة التوطين التي تعد من أحد وأهم مسارات التطوير في استراتيجية الهيئة 2021. طيب، هذه الأهداف العامة للبرنامج، يعني أهداف جميلة، لكن شو الشروط اللي أنتوا تطلبونها للتسجيل في هذا البرنامج أو شروط البرنامج؟ أوكي. طبعا أول شيء يكونون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون حاصل على شهادة الثانوية العامة بالنسب المئوية المطلوبة، ويكون أيضا ما يكون قد مضى على الشهادة الثانوية العامة أكثر عن سنتين، والحصول أيضا على قبول أكاديمي مباشر لمؤهل البكالوريوس أو الدبلوم العالي، وأيضا يكون قد تخرج من برنامج الخدمة الوطنية في دولة الإمارات بالنسبة للذكور، وأيضا في النهاية يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي يتم إعدادها عن طريق لجنة داخلية شكلتها الهيئة. طيب، في عنا اتصالات شيء؟ أوكي. أختي ميعاد، يعني أنتوا الحين عشان الالتحاق بهذا البرنامج لازم يكون استكمل الخدمة الوطنية، صح؟ بالضبط. طيب، الآن التسجيل، نعم، وين وكيف، وهل هو مفتوح الحين ولا خلاص سكرتوا البرنامج؟ طبعا التسجيل مفتوح حاليا، ويكون عن طريق زيارة موقع الهيئة www.dha.gov.ae، أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص في البرنامج mscholarship@dha.gov.ae. طيب، ممتاز. الحين أنت ذكرت التخصصات المطروحة في الرعاية الصحية، خلينا نعرف شو التخصصات هي بالضبط اللي طارحينها. طبعا مثل ما أنت تعرف أن البرنامج هذا يأهل الطلبة يدرسون البكالوريوس في ثلاث تخصصات يمكن نحن مركزين عليها، اللي هي الطب والطب المساند والتمريض. التمريض، هذا التمريض أنا عندي يعني
صار لي من 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 بدأ البرنامج وقبل يبتدي البرنامج هذا كنا نتكلم في العديد من القنوات عن أهمية مهنة التمريض. صحيح. وأهمية توطين هذه المهنة. صحيح. يعني لا قدر الله في أي أزمة موجودة ما بيوقف في هذه الأزمات إلا عيال البلاد. صحيح. صح ولا؟ بالضبط صح. إنزين شو مسوين برامج حق التمريض؟ حاليا احنا شغالين حاطين مثل خطط عمل على ان نسوي اتفاقيات مع الجامعات والكليات عندنا في الدوله نستقطب في اكثر عدد ممكن ركزنا يمكن اكثر في التمريض بالاضافه الى التخصصات الثانيه الطب والطب مساند وان شاء الله بتكون معنا. نعرف موضوع الطب المساند يعني كتخصصات شو هي؟ هي مثال عليها مثل المختبرات الاشعه يعني هاي هي الاشياء تقريبا. ممتاز. يعني انتم فاتحين كل التخصصات الطبيه تقريبا يعني بالضبط. شاملينها بالضبط. طيب كم عدد الاشخاص اللي مستفيدين من هذا البرنامج حاليا؟ مثل ما انت تعرف نحن اطلقنا البرنامج في يونيو 2016 لين اكتوبر 2016 كان تقريبا 38 طالب تم رعايته. 38 طالب. انزين مستعيله ميعاد ولا بترين ناخذ فاصل؟ لا ناخذ فاصل. خذ راحتك. طيب في مسج يقول ممكن تصلون على النبي محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، في سؤال مسابقة. والله ذكرتني أنت بس عشان قبل أطلع الفاصل ذكرني بموضوع اللي سأل عن سؤال المسابقة. يا جماعة الخير اللي فازوا معانا في مسابقاتنا اللي طرحناها في الفترة الماضية الله يخليكم ردوا على التليفون، تواصلوا وش وقت تحاول تتواصل معاكم ما تردون على التليفون، فاللي يسمعنا وفاز معانا الله يخليك رد على التليفون وتعال استلم الجائزة. ما نعطيكم شهر، عقب شهر ما حد يكلمني يقول لي وين هذا، سنة جديدة ترى. السنة الجديدة خلاص اللي ما استلم بتروح عليه الجائزة. ما نحطه حق حد غيره هني، ما يجيب الجوائز اللي ما استلموه ما نحطهم في البرنامج مرة ثانية. نسولف وياكم، لا إن شاء الله اللي فاز إن شاء الله يمر علينا ويستلم الجائزة. عموما فاصل مستمعينا وما نرجع لكم بإذن الله. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. صباحك الله بالخير عيسى سبيل. عموما قبل الفاصل مستمعينا كنا نتكلم على موضوع البرامج اللي التحفيزية لتشجيع المواطنين على الالتحاق بالتخصصات الطبية بشكل عام، التخصصات في الرعاية الصحية، خلينا نسميها الرعاية الصحية لأن مفهوم أشمل. معايا في الاستوديو الأخت ميعاد علي الهاشمي، ميعاد أخصائي موارد بشرية بإدارة الموارد البشرية وهي أيضا معنية ببرنامج طب وعلوم. أنا عجبني الاسم وايد ميعاد، اختياركم للاسم جدا جميل. بس الحين تعالي، في حد مطرش مسج أم وتقول ابنتي مواطنة تدرس الطب في إيرلندا في الإجازة الصيفية، تابعت مع هيئة الصحة لشهر لقبولها للتدريب الصيفي ولم نحصل على رد، أين الدعم الذي يتحدثون عنه؟ طيب أختي الفاضلة، أولا عملية التدريب تخضع للجنة معينة، هذه اللجنة الكاباسيتي أو إمكانية قبول الطلبة فيها أعتقد في مقاعد محدودة، ما أتذكر والله ما بين 100 لين 120 مقعد. زين الأولوية لمواطني دولة الإمارات طبعا في الالتحاق بهذا البرنامج، وتتم عبر مقابلات شخصية للالتحاق بهذا البرنامج وفيها موافقات. طبعا الطلب على الالتحاق بالتدريب في هيئة الصحة عالي جدا، والكراسي اللي متاحة كراسي بسيطة جدا، يعني إن شاء الله يا رب في الأيام القادمة ممكن يتوسعون في هذا المجال، لكن مجال التدريب مفتوح أعتقد في العديد من الأماكن. هذا واحد. اثنين، أين الدعم اللي يتحدثون عنه؟ سامحيني أنا أقول لك هنالك دعم كبير، سواء من معالي حميد القطامي
العام لهيئة الصحة بدبي في هذا الموضوع بالتحديد. سامحيني ميعاد أنا بس شوي استرسلت في هذا الحديث لأن مثل هذه الرسائل أنا ليش تضايقني يا جماعة الخير؟ لأن الجماعة يحاولون قدر الإمكان أنهم يشتغلون ويجتهدون، فمعليش الواحد يقول أن عندي كذا كذا صار معايا كذا كذا، لكن ما نشكك في يعني في الناس وأدائهم لعملهم. ليش؟ بغض النظر نحن بشر نقصر، ممكن ما بنقصر نخطئ زين، لكن مو معناته ان يعني نحن ما نقول الشيء اللي ممكن الواحد يسعى من خلاله. كل ترى اللي موجودين في هيئة الصحة ولا اللي موجودين في أي دائرة حكومية ثانية منهم أهلنا عيال خالتنا ربعنا أخواننا خواتنا، فلما نتهجم على دائرة معينة بهذا الشكل يعني نحن نتهجم على 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 عيالنا، يعني نشكك في نزاهة الناس بشكل أو بآخر. عموما أنا استرسلت في هذا الموضوع ليش؟ لأنه بس حبيت أبين أن هنالك مقاعد محدودة في هذا المجال ويتم اختيارها ضمن لجنة فيها مقابلات فيها كذا. أنا ليش جاوبت على هذا السؤال؟ لأن ميعاد هذا مو متخصص صح؟ صح. طيب أنا لأن عندي الفكرة أن في أكثر من حالة تابعتها في هذا المجال. طيب ميعاد الآن كم هو العدد المستهدف للبرنامج برنامج طب وعلوم؟ هل هنالك عدد معين أنتم تستهدفونه ولا المجال مفتوح لأكبر عدد؟ العدد المستهدف لسنة 2016 130 طالب. كم وصلتوا انتوا الحين؟ حاليا احنا 38 طالب مثل ما قلت لك لان بديناها في شهر 7. اوكي. ثلاث شهور طبعا ما بتقدرون. صحيح صحيح. يمكن احنا قصرنا معاكم في الترويج. لا ما قصرتوا معنا، لكن ان شاء الله يكون في ازدياد للعدد المستهدف في سنه 2017 ان شاء الله. نحن نحاول خلال 2017 نبتدي معاكم خطه تسويقيه لهذا البرنامج. عندنا مداخله ولا فيصل؟ ناخذ فيصل. ما سمعت فيصل؟ ها طيب انت لان تحركين حواجبك انا ما افهم شيء ترى. لازم اسمع الصوت، تعطوني التوجيهات بالصوت. عموما انا برجع استكمل معاك هذا الحوار وبتكلم عن هذا الموضوع لان وايد موضوع مهم، لكن خلينا نروح حتى شو رايك نسمع نشوف شو صاير في حتى. يلا. فيصل كيف حالك؟ يا مرحبا بك يا محمود. يا حياك والله. اتمنى انزين انت فيصل. ما ادري الصوت واضح؟ الصوت واضح جدا. بعطيك 10 دقائق تفضل. جميل جميل محمود. محمود طبعا انتقل معاليه وكبار موظفين هيئه الصحه بدبي الى مستشفى حتى للاحتفال بهذه المناسبه العزيزه على قلوبنا جميعا من مستشفى مثل ما قلت. في هناك أعداد كبيرة من الأطفال وأيضا الأهالي متواجدين كبارا وصغارا، وأيضا هناك في فعاليات كثيرة محمود. يعني قبل شوي كانت في هناك للأطفال، كانت هناك بعض الأهازيج الشعبية أيضا، ويعني الوضع صعب الواحد يوصفه بالإذاعة. يا ريت كانت عندنا كاميرا والناس تشوف الوضع اللي موجود. فعلا الكل سعيد يا محمود. وأيضا هناك في بعض أيضا الدوائر المحلية الأخرى، هناك أيضا موجود ممثل من بلدية دبي وأيضا من القيادة العامة لشرطة دبي أيضا متواجدين في هذا اليوم، هني متواجدين للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. في أيضا معرض صور أيضا يجسد تاريخ المنطقة وأيضا تاريخ الاتحاد. وهناك أيضا كثير من المدارس، يعني تقريبا كل المدارس اللي موجودة في المنطقة محمود مشاركة في هذا اليوم، ويعني إن كانوا بنين أو بنات، وحتى يعني أعتقد أن أيضا حتى الأعمار الأقل أيضا متواجدين. طيب فيصل أنا اللي شد انتباهي هو اختيار معالي حميد القطامي أن يقوم بهذه الزيارة إلى مستشفى حتى ومشاركة أهالي حتى في هذه الاحتفالات. يعني هذه شغلة جميلة ومبادرة فيها لمسات كثيرة الواحد ممكن يستشفها من هذه الزيارة.
محمود انت تعرف ان يعني حتى منطقة يعني مهمة جدا لنا في دولة الامارات وخصوصا في دبي. محمود انا بس بوقف شوية لان انا صعب اني احصل يضيف مرة ثانية معالي المدير الدكتور احمد بن شلبان المدير التنفيذي لقطاع المستشفيات بهيئة الصحة بدبي، بس ابغى اخذ كلمة منه اذا تسمح لي. محمود تفضل يا سيدي. تفضل دكتور. صباح الخير. صباح الخير. السلام عليكم. مرحبا يا دكتور، صباحك الله بالخير. حياك الله يا محمود. دكتور انا كنت اتكلم مع فيصل على مساله اختيار حتى لزيارتها من قبل معالي حميد القطامي في هذه الفتره، وايضا مشاركه اهالي حتى بالاحتفالات الوطنيه. يعني هنالك رساله يبغي يوجهها معالي، ما هي هذه الرساله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على الاستضافه. بداية نحب نهني دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة يومها الوطني 45، وهيئة الصحة ما شاء الله بادرت السنة هذه بالاحتفال مبكرا بمناسبة اليوم الوطني، وابتدت الحمد لله في مستشفى حتى. مستشفى حتى من المستشفيات الحمد لله اللي أثبتت يعني قدرتها على يعني توسيع مجالاتها الطبية بكثير من الأشياء، بالتوسع في الخدمات الطبية والتوسع فيها. ومشاركة حميد القطامي يوصل رسالة إن هيئة الصحة موجودة سواء داخل إمارة دبي أو في أيضا المناطق اللي خارج دبي، وإن يشارك هذه الفرحة مناطق حتى وزوار المستشفى الحمد لله بأول احتفاليات الهيئة. فنحن كلنا فخر الحمد لله بهذا الشيء، ونعتز باللفتة الكريمة من معالي يعني إن هي رسالة طيبة إن تضامن وتعزيز أيضا روح التواصل بين هيئة الصحة في الإمارة مع مستشفى حتى وضواحيها الموجودة في دبي. نعم. شكرا لك يا دكتور. حياك الله، موفقين ان شاء الله. شكرا. محمود انا بعد ايضا عندي مداخله ايضا لو تسمح لي. تفضل. معي غانم لوتاهو مدير اداره التصوير والاتصال المؤسسي بهيئه الصحه بدبي. ابو عبد الله، شو تقول في هذه المناسبه؟ صراحه شرف معودتنا هيئه الصحه، دائما متميزه في كل احتفالاتها ومبادراتها. الحمد لله رب العالمين، نحاول نغطي كل مرافق هيئه الصحه وقطاعاتها من مراكز صحيه للاحتفال بهالمناسبة العزيزة على قلوب كل المقيمين والمواطنين في دولة الإمارات. نشهد بمستشفى حتى احتفال لي نوعية صراحة، من مشاركة كافة القطاعات الحكومية، من الشرطة، من البلديات، من كل الفئات الحكومية، كذلك من المدارس. الحمد لله رب العالمين، ودي تكونون وياي عشان تشوفون الفرحة قلوب ويوه الناس. قول له محمود ما خليت اي عيل دولة الامارات العربية المتحدة. محمود يقول ما خليت ذي ولو كان بخاطر. لا استنى جاي دورك محمود. سوري يا عبد الله، جزاك الله خير. في بس بعد يعني محمود انا شكرا اخوي غانم كان معنا، غانم لوتا مدير ادارة الاتصال والتسويق المؤسسي. أرجع لك محمود الآن، طبعا في هناك مثل ما قلت لك في هناك أعداد كبيرة من الأهالي. جميل. وأيضا عوائلهم، في أيضا هناك بعد بعض المعارض المرافقة هو بطبيعة الحال فيصل، بطبيعة الحال وجودكم في يعني هذه المنطقة السياحية، المنطقة اللي جغرافيتها أصلا جميلة، نحن نعود فيها لأيام الطفولة. نحن حتى في إجازات العيد الوطني كنا دائما ما نطلع على حتى بالوديان وكذا، يعني في ذكريات يعني ترتبط بهذه المنطقة. نحن نغبطكم يعني ما نحسدكم، نغبطكم على تواجدكم. والله شوف أنا بقول لك، أنا صراحة تفاجأت باللي شفته محمود. يعني أنا صراحة من سنوات ما جيت حتى، ولكن يوم وصلت هني يعني تطور كبير والله، يعني شيء يفرح وشيء هذا هو اتحادنا، هذا هو انجازاتنا محمود. صحيح. الكل يعمل كل مناطقنا، والحمد لله هناك في تطور مستمر، وايضا في كل يوم شيء عندنا شيء جديد، في مبادرات جديده، في افكار جديده، في انا ايضا بس محمود انا اتحرك، انا هذه بتاخذها اخر لقاء ها عشان برجع للاستوديو عندي ميعاد. ما عندي لقاء. ما عندك لقاء؟ زين. بس لان لين يا اتحرك بسرعه للعشاء اني الحق المجموعه بس. الان في هناك ايضا في ركن للتراث معمول في جانب من جوانب المستشفى.
أيضا لتعريفه. تعرف أنت التعريف عن تراثنا خصوصا للأجيال القادمة، الأطفال هني متواجدين أيضا في هذا الركن للتعرف على فيصل. صوروا لنا ويحطوا لنا على السوشيال ميديا، خلينا نطالع على الصور. أيضا الأخت أخت أسماء جناحي أيضا هي بعد أيضا تنقل بشكل مباشر عن طريق البرنامج. أنا بذكر المستمعين بقنواتنا على التواصل الاجتماعي. أنا بس قبل أذكرهم أشكرك فيصل بن فارس زميلنا. أنا بس أبغى أقول معلومة بس يعني لو في على عجالة لو تسمح لي 30 ثانية تفضل. مستشفى حتى في النصف الأول يا محمود استقبل حدود 54 ألف مراجع. فهذا المستشفى فيه العديد، أنا تفاجأت صراحة، فيه أقسام كثيرة، فيه عيادات كثيرة، فيه عمليات كبيرة تجرى فيه، أيضا فيه العمليات يعني تقريبا حدود 400 عملية عاملينها خلال النصف الأول فقط محمود. المستشفى متكامل في كل جوانبه. زي. وايضا خبر الدكتور فيصل دكتور سيف الوالي، نقول له محمود يقول لك متى بتكون ويانا في البرنامج، نبغي بقول له بس ناخد. الان هو تعرف انت هو زي. اليوم هو عموما احنا كلنا في استضافته عموما فيصل انا انا لازم ارجع للاستوديو لضيفتي شوي، عندي بعض المحاور ما غطيتها من خلال الحوار وعندي خمس دقائق تقريبا. شكرا لك زميلنا فيصل بن فارس، كان معانا من حتى من مستشفى حتى بالتحديد في تغطيه احتفالات الهيئه باليوم الوطني. طيب يعني نرجع حق اختنا ميعاد. أستاذ ميعاد، يعني نحن تكلمنا عن العديد من المواضيع لكن في شغلة وايد تهم اللي يبغون يلتحقون بهذا البرنامج وهي الحوافز المقدمة للطلبة أثناء الدراسة، وشو هي اللي بيحصلونه بعد تخرجهم، يعني بيتم توظيفهم في الهيئة في برنامج معين، في مستقبل، في فيوتشر كارير لهم. صحيح. طبعا الحوافز اللي يقدمها البرنامج للطلبة هو عبارة عن تسديد الرسوم الجامعية المحددة واللي مذكور فيها في اللائحة، وأيضا يتم منح الطالب مبلغ مالي للإيفاء باحتياجاته سواء كان على سبيل المثال الحاسب الآلي أو بدل الكتب. أيضا يتم تزويد الطالب براتب شهري أو مكافأة شهرية على حسب التخصص. إذا كم تعطونه؟ أوكي أهم سؤال. إذا كان في الطب 6500، وإذا كان في التمريض أو الطب المساند 5000 درهم. وأيضا يتم توفير له تأمين صحي طول مدة الرعاية. يتم أيضا تعريف الطالب بموظف رعاية دراسية وتوفير طبعا التدريب والدعم اللازم له خلال فترة الرعاية. وأيضا بعد ما يتخرج ويجتاز البرنامج يتم تعيين الطالب عندنا في أحد مستشفيات الهيئة. جميل. شو هي الجهات الدعم للبرنامج؟ مثل ما قلت سابقا أن تم إعداد خطة عمل، وحاليا نحن نسوي اتفاقيات مع عدة مؤسسات وجامعات عندنا في الدولة. بديناها مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وتم رعاية عدد من الطلبة من قبلها. طيب ميعاد، يعني أحيانا في بعض الظروف اللي ممكن تخلي الواحد ما يكمل دراسته أو ما يكمل. صحيح. ضمن المنحة، فشو هي الإجراءات في هذا في هذه الحالات؟ طبعا تينا حالات اللي نحن كهيئة الصحة ننهي الرعاية، إذ تقريبا هم 4 أو 5 حالات، منها التخلف عن الالتحاق بالدراسة أو الانقطاع عنها لمدة 3 شهور دون عذر أو دون إفادة الهيئة بذلك. أيضا الرسوب لسنتين دراسيتين متتالية في طبعا في على حسب نظام الجامعة أو بناء لأنه هو ما اجتاز عدد من ساعات معينة، هذا بناء على نظام الجامعة اللي خاص فيهم. أيضا تغيير التخصص الدراسي اللي أصلا منحت لها الرعاية بدون إفادة الهيئة بأن تم تغيير التخصص الدراسي له. أيضا في حال إذا حصل على منحة دراسية من أي جهة أخرى دون أيضا الحصول على موافقة خطية من الهيئة. وطبعا آخر شيء ارتكاب أي فعل أو سلوك شائن أو القيام به طبعا يسيء لسمعة الدولة أو ممارسة أي نشاط طبعا يشكل انتهاكا لقوانين النافذة عنها. جميل. البرنامج يطرش خارج الدولة ولا؟ حاليا نحن بديناها داخل الدولة، المؤسسات والجامعات الحكومية المعترفة فيها في الدولة، وهي أصلا أوردي يعني مخرجاتها تلبي سوق العمل. بالضبط. وإن شاء الله تكون فيها في المستقبل نفتح تكون لها خارج تخصصات الدولة. معينة وأكيد تخصصات اللي نطلع منها العلماء.
إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يزيدون رواتبهم بعد. آمين آمين. عموما الأخت ميعاد علي الهاشمي أخصائي موارد بشرية بإدارة موارد بشرية بهيئة الصحة بدبي، وهي أحد المسؤولين عن هذا البرنامج طب وعلوم، برنامج جميل جدا. ندعوكم للالتحاق فيه، اللي يدرس ثانوية ويبغي يدخل يستوي دكتور، الله على أيام أول يقول حق واحد شو تبغي تسوي وهو صغير، تقول شو تبغي تسوي، يقول لك بستوي دكتور ولا طيار. طبعا نص الشعب لا استوى دكاترة ولا استوى طيارين. لا بس أول شغلتين كذي عند عند في بال الواحد. ذكر أنا واحد من الشباب طيار، فيقول تصدق محمود ليه اليوم أبوي يقول لي أنت شو تشتغل؟ إلا دريول، شال ناس ودنهم وردنهم. قلت له مسوي دكتور أحسن لك عيال، عشان قالوا ولد دكتور الله ها غير. عموما أخت ميعاد شكرا لك على تواجدك معنا، شكرا لكم مستمعين على حسن الاستماع. بس أقرأ آخر مسج اللي كان يتكلم بعد عن تأمين العمالة. إن شاء الله. السلام عليكم، ممكن تطرشون رقم شركة تأمين العمالة الأيدي العاملة؟ زين باكر إن شاء الله تابعنا في الحلقة بتعرف كل التفاصيل، وأيضا اللي يبغي تفاصيل أكثر ممكن عن طريق موقعنا DHA_Dubai DHA_Dubai تويتر إنستغرام كل التواصل. حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد. تقبلوا تحياتي، محدثكم محمود يوسف العري، وأيضا كل الشكر لمنسقتنا في الاستوديو أشواق مسعد، طبعا ساعدتنا بحواجبها ما شاء الله اليوم، وأيضا الشكر لمخرجنا ناصر محمد سليم، والشكر لمراسلنا ومعد حلقتنا اليوم فيصل بن فارس. وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.